إذا كنت ترغب في التأثير أكثر، يمكنك الانضمام إلى الطرف الذي تعتقد أن له أفضل الآراء. ثم قد نتساءل، أي الأطراف هناك؟ هناك الكثير من الأحزاب المختلفة، رغم أن الجميع قد لا يكون في البرلمان ويقرر. فقط أولئك الذين يستوفون معايير معينة، على سبيل المثال يحصلون على أصوات كافية. في الانتخابات الأخيرة يتم السماح لثمانية أحزاب بالقدوم واتخاذ قرار. لديهم وجهات نظر مختلفة حول كيفية، على سبيل المثال، تقسيم المال وما ينبغي أن يكون الأولوية لأول مرة. البعض أكثر قليلاً وتشكيل كتل، كالمعتدلين والديمقراطيين المسيحيين والليبراليين وحزب الوسط. هذه المجموعة من الأحزاب تطلق على نفسها اسم التحالف. ثم هناك أيضاً الأحزاب الخضراء الحمراء، التي هي الحزب الاشتراكي الديمقراطي التابع للحزب البيئي والذي يدعمه حزب اليسار. تختلف الأحزاب في وجهة نظر كيفية توزيع الموارد في المجتمع على قضايا المساواة والضرائب والخصخصة. لدى الديمقراطيين السويديين وجهة نظر إنسانية لا تعطي كل الناس نفس القيمة، وهذا يعني أن معظم الأطراف لا تريد التعاون معهم. لكن خلافاً لذلك، يعبر الطرفان الآخران ويعالجان بعضهما البعض في القضايا الفردية. شارك فيما تظن أنه الأكثر أهمية. تحدث مع أصدقائك عن رأيهم. يمكنك معرفة المزيد من، على سبيل المثال، دائرة الدراسة. ربما تريد أن تصبح سياسياً بنفسك. لا تنسى أن تتحقق من أقرب قاعة وأن تصوت يوم 9 من شهر سبتمبر. يمكنك إيجاد معلومات أكثر على الموقع الانتخابي val.ca. شارك الفيديو وساعد في أن تصبح السويد أكثر ديمقراطية.